دكتور احمد، الطائرات الاف 16 مثل ما هو موعود في طريقها الى اوكرانيا، ولكن كم العدد؟ المشكله هنا، يعني هل العدد مثلا 20 طائره مثلا او 50 طائره، لا اكثر. هذا سوف لا يغير موازين القوى في الساحل او في الاجواء الاوكرانيه. يعني فلأكون صريحا، انا اتمنى النصر حقيقه لاوكرانيا، ولكن هذا هو واقع الحال. يعني هل 50 طائرة، فلنفترض هكذا، وهذا عدد كبير طبعا فيما إذا تحقق، نرى أن قبالة هذه 50 طائرة هناك 12,000 أو 12,000 طائرة روسية، 4,000 منها طائرات مقاتلة. نعم صحيح، فلنفترض أن نصف عدد أو ثلاثة أرباع عدد الطائرات الروسية هي أقل مستوى من طائرات الاف 16، ولكن هناك 1000 طائرة على الأقل هي بمستوى الاف 16. الاف 16 طائرة ممتازة، وهي أكثر الطائرات في العالم مبيعا خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك مثلا السوخوي 57، وهناك السوخوي 45، السوخوي 35، الميك 31 و33 و41. هذه كلها مقاتلات ممتازة، وحتى لو اعتبرناها غير ممتازة. فيعني عندما تتواجه أو تشتبك طائرة من هذه الأنواع التي ذكرتها مع الاف 16، إذا واحدة بواحدة أو اثنتان بواحدة فرضا، فإن الغلبة ستكون للاف 16. ولكن هناك احتمال كبير فيما إذا زجت الاف 16 في الأجواء الأوكرانية، هناك ربما 10 طائرات ضد طائرة واحدة، وهذا لا يمكن. يعني لا يمكن لطائرة واحدة أن تكون أو تشتبك مع 10 طائرات ولا تسقط. هذه مشكلة كبيرة.